عبر الهاتف ينضم الينا دكتور طلعت عبد القوي رئيس اللجنه العليا لمنظمات العمل الاهلي لمكافحه الفساد. دكتور طلعت اهلا وسهلا بحضرتك، ما الاسباب او ما الظروف التي تهيأت وجعلت مصر تتقدم درجتين في مؤشر الشفافيه العالمي؟ طبعا يعني مصر تقدمت، ده ما جاش من فراغ، ولكن جه نتيجه استراتيجيه وضعت تطبيقا للماده 218 من الدستور اللي هي بتقول تلتزم الدوله بوضع استراتيجيه لمكافحه الفساد وان يكون هناك تنسيق بين الاجهزه الرقابيه العامله في مكافحه الفساد. فبناء على ده وضعت استراتيجيه وطنيه لمكافحه الفساد اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي هي 14-18 وكانت مكونه من 10 اهداف، ويمكن المجتمع المدني كان له الهدف العاشر، واستمرارا لوجود الدوله في مكافحه الفساد وتكثيف منابعه. وبعد انتهاء استراتيجيه 14-18 اطلق فخامه الرئيس ايضا استراتيجيه الوطنيه لمكافحه الفساد 19-22، ودي تضمنت 9 اهداف المجتمع الاهلي في ليه هدفين، الهدف السابع والهدف التاسع. وطبعا في خطط وبرامج الدوله قامت بيها. متمثلين في ماذا دكتور طلعت دور منظمات المجتمع المدني او الاهلي في استراتيجيه وطنيه شامله لمكافحه الفساد؟ ما الدور الذي يمكن او يناط به ما وفق بنود هذه الاستراتيجيه؟ النمره واحد طبعا احنا التوعيه، يعني المجتمع الاهلي منوط به التوعيه بشكل كامل لتوعيه المواطنين والتعريف بالفساد واسبابه واثاره وكيفيه مقاومته ومكافحته والتصدي ليه. التوعية من خلال اللقاءات والمؤتمرات والندوات اللي بتنظمها اللجنة العليا لمنظمات العام الأهلي لمكافحة الفساد، وتم تشكيل لجان إقليمية على مستوى كل المحافظات، وفي تعاون وثيق بين اللجنة وبين هيئة الرقابة الإدارية وبين وزارة التضامن الاجتماعي. أيضا إن احنا يعني في بنأكد للجمعيات ومؤسسات آلية الالتزام بقواعد الحوكمة الرشيدة والشفافية والعلنية والإفصاح عن كافة البيانات والمعلومات ومصادر تمويل الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ودي تطبيقا للمادة 28 من قانون 149 القانون الجديد لتنظيم العمل الأهلي. أيضا احنا بنبقى حريصين ان احنا نعد كوادر من الجمعيات والمؤسسات الأهلية اللي هي تساهم في مسألة الدعوة وتغيير المفاهيم. ممتاز دكتور طلعت، معلش انا اسف، من بين المفاهيم المتعارف عليها ومن بين ما ذكرته حضرتك التفرقه بين مكافحه الفساد وتجفيف منابع هذا الفساد، ما المقصود بتجفيف منابع الفساد كجزء ايضا يفترض انه مرعي ضمن بنود الاستراتيجيه الوطنيه لمكافحه الفساد؟ هو طبعا زي ما حضرتك تجفيف المنابع يبقى لابد ان انا هعرض مع حضرتك على الاسباب. احنا بنقسم لاسباب الفساد الى اسباب اقتصاديه تاتي في مقدمتها الفقر والبطالة ونقص رواتب العاملين في الحكومة. كلما جففنا وقللنا نسبة الفقر اللي وصلت 29.7%، ودي طبعا الأول سنة في تاريخ مصر نسبة على مدار 20 سنة. نعم بالضبط، من 99 ما نزلتش غير السنة دي. فطبعا كلما تقلل نسبة الفقر والبطالة وتحسن رواتب العاملين في الدولة فدي من ضمن الأسباب اللي احنا لو جففناها الأسباب الاقتصادية. الأسباب السياسية القدوة، القدوه دي طبعا غايه في الاهميه. النهارده لما يبقى في قدوه قيادات سياسيه قويه فاعله نزيهه بعيده عن الشبهات، طبعا دي برضو من طبعا دي بتدي نوع من انواع الطمانينه للمواطنين. ايضا في برضو امور تشريعيه ان احنا نفعل القوانين اللي موجوده نحدثها، ايضا ان احنا نشوف ايه الثغرات اللي موجوده زي قانون المحليات وغيره. كل هذه المسائل احنا كلما عالجنا الاسباب كلما قللنا الفساد ونسبته، يعني يسمونها في اوقات عده مخاطبه جذور الازمه. دكتور طلعت انا اعتذر من حضرتك على المقاطعه، الموضوع كبير ومن الاهميه بحيث تفسح له مجالات اوسع من ذلك، لكن اشكر حضرتك على اي حال على هذه الايضاحات. دكتور طلعت عبد القوي رئيس اللجنه العليا لمنظمات العمل الاهلي لمكافحه الفساد منضما الينا عبر الهاتف، اشكر انضمام حضرتك الينا، شكرا جزيلا.